وهيك يا شباب بنكون الحمد لله انهينا حل أسئلة الوحدة الثالثة تماما، وهيك بنكون انهينا حل جميع الكتاب المدرسي، كل أسئلته محلولة معك وجاهزة. أي سؤال أي استفسار رقمي موجود معك 0795816617. قل لي يا أستاذ وسام أنا طالب من طلابك بحضر معك قاعد وعندي سؤال 1 2 3 4 صفحة كذا النقطة كذا، أنت في الفيديو كذا شرحت كذا النقطة. الله يعطيك الصحة والعافية، وبإذن الله تعالى الله ما بيضيع الكتاب، تمام؟ إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، مستحيل، قاعدة ربانية يا جماعة، الله عادل وما بيضيع تعب إنسان بإذن الله تعالى. بدامك مخلص النية لله تعالى، بتبذل جهدك، بتحضر، بتتبع، بتحل أول بأول، مهتم، بإذن الله تعالى فالك النجاح والعلامة الكاملة. أخوكم وسام العبهري، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.